به تو نبدأ نقسمه في المشروع متاعنا. تو مشروع جديد كما تشوفوا قدامكم، فارغ ما في حتى شيء، تو باش نقسمه فيه. باهي كما تعلمنا في الفيديوهات السابقة كيفاش نعملوا تقسيم المشروع متاعنا ملتي لاي اوت. تو كيف كيف زاده باش تشوفوا كيفاش باش نقسموا المشروع متاعنا. باهي اول حاجة كالعادة باش نعمل فولدر جديد لهنا باش نسميه لاي اوت، ولا تو طول طول نصنعوا موديول طول طول. به خلينا ندخل للفولدر هذايا باش نعمل له كوبي باث، باش ندخل الفولدر هذايا الاب. كيما تشوف المشروع نتاعنا نظيف ما في حتى شيء، ها اب راوتينج فارغ، كل شيء فارغ، واضح اصدقائي. حتى الاب اب كومبوننت اتش تي ام ال فقط فيه كلمه راوتر اوتلت، وهذا انجلر كورس بالطبيعه باش تلقى مكتوبه في وسطه اللي هو اب كومبوننت. باهي باهي، اول حاجه كيما قلنا ندخل الفولدر هذاك اللي اسمه اب، نجي نكوبي الباث نتاعو هاوكا كوبي باث، ندخل لهنا ونقول له سي دي وندخل للمسار هذايا. بعديك نقول له ان جي جينيريت موديول اسمه لاي اوت. باهي ننتظر شوية حتى حقني، انا سميتها لاي اوت مش يا لاي اوت، مش مشكل ما فما حتى مشكل، نسيت ما عملتش الاس، مش مشكل. ننتظر شوية حتى يقوم بصناعتها. يلا هات كي نبدأ نسجل وكل شيء ياخد برشا وقت. اوكي عمل لنا موديول اسمه لاي اوت، نجي نفتحوه اهوك. به هذا الموديول نتاعنا اللاي اوت نتاعنا، بجي لهنا باش نعمل الكومبوننت نتاعي. عندي الادمن باللاي اوت نتاعي، باش يكون عندي ادمن لاي اوت وعندي الفرونت لاي اوت. الادمن باش يكون فيك الداشبورد والحاجات الخاصه بالادمن، والفرونت هي الحاجات الخاصه باليوزر اللي فيها الهوم والاباوت واللوجن والريجستر اللي تبع اليوزر العادي، واضح. به باش ناخذ المسار هذايا، باش نجي نقول له كوبي باث وباش ندخل للمسار هذاك ولا طول طول نعمل سي دي لاي اوت. باهي كيما تشوفوا قدامكم سي دي لاي اوت، باش نجي لهنا نعمل ان جي جينيريت كومبوننت اسمه ادمن لاي اوت كيما تعلمناه في الفيديوهات السابقه. ادمن لاي اوت، وكيف كيف عندنا شنو هو اخر عندنا فرونت لاي اوت، تحب تسموه يوزر لاي اوت ولا فرونت ولا اللي هو كيما تحبوا انتم، فرونت لاي اوت. اوكي كيما تشوفوا قدامكم انا قام بصناعتهم تو كومبوننت. باهي خلينا نتاكدوا في اللاي اوت، كيما تشوفوا قام باضافتهم هاوك في اللاي اوت نتاعنا، الموديول نتاعنا اللي اسمه لاي اوت قام باضافته. باهي قم بخلقه كيف هكا ونتاكدوا انه الموديول هذاك تم اضافته لهنا في الاب موديول ولا ما اضافهوش. باهي نجيب لهنا ناخذوا الاسم نتاعو اللاي اوت هذايا لاي اوت موديول، نجيو نضيفوه لهنا في الاب موديول اب لاي اوت. ليش اسمه هو مش لاي اوت، عاد لاي اوت موديول اهو لاي اوت موديول. اوكي كنترول اس. به نمشي توا اب كومبوننت نتاعنا، ايش نمشي نقول له لهنا، باش نقول له وقت نعطيك هكا حاجه فارغه الباث نعطيه لك فارغ، شنو باش تعمل لي، باش تجيب لي الكومبوننت اللي اسمه فرونت لاي اوت، وكي نقول لك باث سلاش ادمن جيب لي الكومبوننت اللي اسمه ادمن لاي اوت، كنترول اس وايجا نشوفوا مع بعضنا الخدمه بتاعنا. به كيما تشوفوا فرونت لاي اوت وركس، وكي نكليكي هكا ادمن ادمن لاي اوت وركس. به لحد الان واضح وما شفنا حتى شيء جديد، شفناه هذا في الفيديوهات السابقه وتعلمناه. به باش نعمل فولدر جديد باش نسميه فيوز، اللي باش نحط فيه الفيوز نتاعي كليك البيجز نتاعي كليك. به فيوز انا باش نقسمه من الداخل باش ما نغلطوش الغلطه نتاعكم اللي فاتت، مش غلطه هي لا محاله لكن حاجه ناقصه، اني نعمل تو فولدر، واحد نسميه ادمن وفولدر اخر باش نسميه فرونت. اوكي اوك ادمن وفرونت تو فولدر. بالنسبه للايكون هكاك تقولش بهم متغيرين هكاك فسرتها في الفيديوهات السابقه اللي هي ماتيريال ايكون، فما اكستنشن تصبها في الفي اس كود وكل شيء تخليك الايكون بتاعك تتغير اللون بتاعها. هم صحيح كلهم فولدر هذوما لكن يتغيروا في الكالر، ياخذ الاسم هذاك يقرا اسم الفولدر اسمه فيوز يولي يغيروا على اسم الاسم اللي اخترته هذاك انت، يغير اللون بتاع الايكون. به الفرونت لاي اوت والادمن لاي اوت. به الادمن لاي اوت شو باش يكون فيها، باش يكون فيها داشبورد وباش يكون فيها عندها لوجن خاصه بها
وكان معناها انا توا نمشي بشوي بشوي وقت نستحقوا بيجز تو نصنعوهم غاديك في وسط ادمن بشوي بشوي احنا باش نمشي باش ندخل الفولدر هذاك اللي اسمه فيوز ادمن ان جي جي لا عفوا هات سي دي نرجع للتالي من الاب باش ندخل للفيوز سي دي فيوز هاوكا سي ال اس خلينا ننظف الخدمه هذه كلها اني انا تو في الفيوز تو باش نقول له سي دي ادمن باهي. وتوا باش نصنعوا في الكومبوننت نتاعنا باش نصنعوا الموديول اول حاجه اللي اسمه داشبورد عفوا سامحوني بالله مش كنت اتصل بيا عفوا القطع به قلنا وصلنا دخلنا للادمن تو باش نعملوا داشبورد في وسطه به شنو باش نعمل هنا باش نقولوا ان جي جينيريت موديول اسمه داشبورد اوكي داش داش راوتينج باش نعمل معاه الراوتينج نتاعو راوتينج ننتظر شويه كيما تشوفوا عملنا موديول في وسط الادمن اهو كداشبورد نتاعنا باهي باش ندخل في وسطك الداشبورد هذاك وباش نعمل في وسطه اهو ك سي دي داشبورد وباش نعمل ان جي جينيريت كومبوننت اسمه داشبورد لانه احنا تو صنعنا الموديول والراوتينج لكن مازال ما صنعناش الكومبوننت اوكي جي ندخل في وسطه اهو كداشبورد نتاعي هذا الداشبورد هاوكا وهذا الموديول نتاعو وهاوكا مضاف في وسطه داشبورد كومبوننت هاوكا مضاف في الموديول نتاعو هذا الموديول وهذا الكومبوننت هاوكا الكومبوننت وهذا الموديول نتاعو به شنو هو اخر باش نستحق في الداش في الادمن لوجن برك نعمل لوجن من توا نرجع نعمل لوجن خاصه بالادمن ونقول له اول حاجه سي دي نرجع بالتوالي للادمن ونقول له ان جي جينيريت شنو اول حاجه موديول لوجن خاصة بالادمن تسموه لوجن ادمن تحبوا باش ما ندخلوش بعضنا بعديك لوجن ادمن سيدي اوين ولا ال ادمن ولا ادمن لوجن ولا تحبوا اللي انتم عفوا 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 نسيت ما عملتش الراوتينج نتاعو باه باش نقوم بحذفه باش نقوم بحذفه اصدقائي راني يعني قمت بحذفه ان شاء الله يطلعش الداف ولا حاجة اي ما ضافش به لاني عملت الموديول ما غير راوتينج نعاودها ونقولوا داش داش راوتينج نزيدها راوتينج وين اوكي نعمل طلع هاكا اللوجن ادمن باه تو ندخل في وسط اللوجن ادمن نعمل الكومبوننت نتاعو نقول له سي دي لوجن ادمن الموديول هذاك ندخل في وسطه ونعمل ان جي جينيريت كومبوننت لوجن ادمن نجم تسميه معناها مش بالضروره نفس الاسم راهو الكومبوننت والموديول نتاعو راهو نجم تسميه اللي تحب عليه انت اوكي نجي نشوف لهنا هاوك الكومبوننت نتاعي واضح انا مريق الامور واضح به نجي لهنا تحب ندخل توا في وسط الداشبورد نحب نوصل للداشبورد ونحب نوصل للوجن ادمن اول حاجه شنو قلنا نعملو نجي لهنا للداشبورد اول حاجه نبدا بالداشبورد نمشي للراوتينغ نتاعها اش نقول له لهنا نقول له باث نقول لك باث مثلا خليها فارغه لهنا كومبوننت جيب لي داشبورد كومبوننت اوكي وين داشبورد كومبوننت به نجي تو لهنا هذا الموديول نتاع الامريكي عملت الباث الغاديك نرجع تو الاب راوتينغ نتاعي الاب الكل بالكل نجي لهنا ونقول له شيلدرن شيلدرن باش نحب نوصل لكن الواحد نتاعي هذاك باث شنو نقول له سلاش داشبورد ونجي لهنا ونقول له load children imports import وين هو في الفيوز views admin dashboard الموديول متاعنا هذا dot then m الراو function m dot dashboard عفوا dashboard موديول اوكي به كيف كيف زاد بالنسبه للاخر نرجع تو لوجن ادمن لوجن ادمن نمشي الراوتينج نتاعو هاو الراوتر نتاعو نقول له وقت نجيك فارغه لهنا انا نحط فيها فارغه لهنا في الموديول هذا لاني بعديك نعبي فيها لهنا توها اصدقائي هاي نعبي فيها لهنا واضح خاطر اذا باش نعبي انا هنا حاجه نقول مثلا لوجن اللي باش نكتبه لهنا باش نزيد عليه اللي كتبته لهنا واضح هكا علاش نخلي فيها فارغة هذه خاطر نكتب فيها بالغاديك تنجم تكتبها تكتبها الغاديك وما تكتبهاش لهنا عادي راه تكتبها لهنا وما تكتبهاش الغاديك عادي به شنو عندنا كومبوننت لوجن
ادمن كومبوننت هاكا به، نجي لهنا الاب راوتينج ملي يكون تعامل هذية، باش نعمل كوبي لها تو باش تولي شنو اسمها، اسمها لوجن ادمن به فيوز داشبورد به، فسخ هذا كليك. بعد الادمن ندخل اللوجن ادمن، لوجن ادمن دوت موديول، نجي لهنا ونقول له دوت لوجن ادمن موديول، اوكي كنترول اس. كيما تشوفوا قدامكم تو حضرنا الخدمه بتاعنا، ايش نشوفوا لهنا؟ نشوفوا باش تشتغل او لا. باه ندخل داشبورد، اكيد ماهيش باش تشتغل بطبيعه. يقول لي ادمن لاي اوت وركس، يقول لي ادمن لاي اوت وركس، ما جابليش الداشبورد. علاه؟ لانه ينتظر مني وينو اللاي اوت بتاعي. ادمن لاي اوت، ندخل لهنا ونعمل فيه راوتر اوتلت، راوتر اوتلت، اوكي راوتر اوتلت. باه خليني نقوم بحذف هذه ادمن، شنو اللي حذفتها انا؟ ادمن لاي اوت وركس، مش مشكل خليها، فما حتى مشكل. باهي ضفتها لغاديكا، ولازم نمشي الموديول نتاعي وينو اللي اسمه لاي اوت، اهو كلاي اوت، ونضيف فيه الراوتر موديول نتاعي. راوتر موديول اللي باش يخليني نستعمل، اللي باش يخليني نستعمل فاست الراوتر اوتليت. كنترول اس وايش نشوفهم بعض. ايوه اني تو كي نكليكي هكا ادمن يجيب لي الكومبوننت نتاع الادمن. تو كي نعمل هكا داشبورد يجيب لي الداشبورد نتاعي. كي نجي لهنا ونقول له لوجن ادمن، هاكا لوجن ادمن، يجيب لي لوجن ادمن وركس. واضح انا ما فما حتى مشكل. باهي خلينا نزيد نفسر هيكم الاخرى باش ما تدخلوش بعضكم على فاست داشبورد. لهنا مثلا الداشبورد هذه الراوت نتاعها. ريت اذا كتبت حاجه لهنا بي 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 مثلا كنترول اس، انا كتبت بي بي بي. واضح؟ ايه نشوف لهنا، اكتب داشبورد، ما يجيكش داشبورد. شنو لازمك تضيف؟ لازمك تضيف بي بي بي، هايكا جاتك. واضح؟ هاك علاش انا في الداشبورد لهنا نخلي فيها فارغه. واضح؟ نخلي فيها فارغه لهنا وقاعد نضيف فيها لهنا في المكان هذا، قاعد نضيف فيها في المكان هذا. داشبورد سلاش شنو يمشي للادمن نتاع وينو الادمن نتاع الداشبورد تاع الادمن، يقال لهنا فارغه يجيبك طول الكومبوننت نتاع الداشبورد هذاك. به تو كملنا مع الادمن، مش تو ما كملناش نحن محل مع الادمن، لكن لحد الان كمل مع الادمن لانه خاطر التمبلت مازلت ما عملتوش. التمبلت لو باش نجيبه حاضر وكل شيء بتاع الداشبورد وكل شيء، كان استحقينا حاجه في الادمن تو نضيفوهم، فما حتى مشكل. باهي نمشي تو للفرونت نتاعي. الفرونت نتاعي شنو باش نعمل فيه؟ نجينا هنا نقول له سي ال اس، خلينا نضيف الخدمه هذيك كلها. سي دي نرجع بالتوالي، سي دي نمشي للفيوز، ندخل تو سي دي فرونت، فرونت. باه اكيد في الفرونت نتاعنا باش يكون، مش يكون عندي هوم بيج هكا ولا؟ باش نجي لهنا ونقولوا ان جي جينيريت موديول اسمه هوم داش داش راوتينج، ما نستوهاش الراوتينج نتاعنا. باه ونقولوا انتر الفرونت نتاعي. باه الفرونت نتاعي كما تشوفوا قدامكم مالي الهوم. باه باش ندخل تو في وسط الهوم ونعمل كومبوننت نتاعها سي دي هوم، ونقولوا ان جي جينيريت كومبوننت هوم. هذا الوقت تو 13 دقيقة. باه كيما تشوفوا قدامكم هايك الهوم بتاعي. خلينا نزيد حاجة أخرى ونقص خاطر باش من الصوت ما يسبقش الصورة. سي دي نرجع بالتوالي تو، شنو باش نعمل آخر في الفرونت؟ الهوم، وشنو آخر مثلا؟ لوجن خاصة باليوزر. باه بر لوجن خاصة باليوزر، وتو كنجيبو التمبليت بعديكا تو نزيد نكبروا أكثر معناها في الكومبوننت. طبعا فما أباوت، فما كونتاكت، أكيد جينيريت موديول لوجن يوزر داش داش راوتينج. صدقوا بالله الحكايه هذه نتاع الملتي لاي اوت اكثر الناس يلوجوا عليها. الملتي لاي اوت كيفاش تقسم المشروع نتاعك الانجولر، فما برشا عباد يغلطوا فيه ما يعرفوش كيفاش يقسموا المشروع نتاعهم لاكثر من الفرونت، معناها واحد خاص باليوزر اكثر من اللاي اوت، نقصد واحد خاص باليوزر، واحد خاص بالادمن، واحد خاص بالمانجر، واحد خاص بالاديتور، لما نعاود في نفس الكلمه. المهم هذه يحلو فيها الناس الكل، يعملوا راوتينج، يعملوا موديول واحد بركه ويحلو فيها، وكيفاش باش يدخل الادمن، وكيفاش باش يدخل اليوزر، وكيفاش يدخل المانجر، يحلو فيها الحاجه هذه. باهي لوجن يوزر، اي حمات لوجن يوزر انا. باهي موديول هذاك لوجن يوزر وينو؟ هذا موديول مازال مش ندخل في وسطه. ندخل سي دي لوجن يوزر ونعمل كومبوننت نتاعو ان جي جينيريت كومبوننت لوجن يوزر. اوكي باهي اجي نتاكد لهنا اوكي لوجن يوزر نتاعي. باهي نمشي للهوم لهنا اول حاجه الراوتينج نتاعها، شنو باش نقولو لهنا في الباث؟ نقولو خليها فارغه كومبوننت هوم كومبوننت، اوكي كنترول اس. خلينا نمشي تاول طول طول، نمشي لوجن يوزر الراوتر نتاعها،
نقوله لهنا باث، خلاها فارغة، كومبوننت لوجن يوزر، هيك لوجن يوزر كومبوننت. اوكي كنترول اس به، خلي نتعود من تو، نمشي طول اللاي اوت الفرونت نتاعنا، خلينا نعملو كفاست راوتر اوت ليتا، هيك باش نضيفها لهنا اوت اوت الاوتليت. اوكي سكر باهي، نمشي تو الاب راوتنج نتاعي، نجي لهنا للفرونت، شو نمشي نقول له شيلدرن باهي، شنو عندي؟ اول حاجه عندي الباث، كي نطلب منك فارغه فارغه بجيب لي الهوم بيج كومبوننت، شو اسمه، لا مش كومبوننت، حد لو تشيلدرن، عفوا لو تشيلدرن امبورت من الفيوز فرونت هوم هوم موديول دوت ذن ام ايكوال ام دوت هوم موديول. به تحسوا فما خطأ لهنا، القوس كيف كيف زاد للوجن يوزر، لوجن يوزر بالنسبه للهوم خليتها لهنا فارغه، وخليتها لهنا كيف كيف فارغه، خاطر كما نعرفوا الهوم مش تكتب طول لوكال هوست 4200، معناها ما تكتبش سلاش، مش خليتها فارغه في الزوز، معناها واضح الهوم هذيك، يعني اللهم انت تحب تعمل الهوم بتاعك تكون سلاش هوم، تزيد لهنا سلاش هوم، واضح، ولا تحب تعملها سلاش هوم وتعملها ريدايركت كيف كيف، تعملهم الزوز يعني فارغه كما هكا وكيف كيف هوم، لكن الاخرى تكون ريدايركت كما شفناها في وقتها في المثال. به فرونت شنو اسمه، لوجن يوزر، لوجن يوزر موديول، طب تعودوا بها، لو تشوف فيها طويله هكا كنت تخدمها وحدك وتكتبها وحدك، تغلط فيها مره بركه سو سايره دوت، كانت تكتبها مره تبعها من عندي انا هكا، وبعديك حاول انك تكتبها وحدك تو سي، تحفظها في سحكات ليزي لودنج، هذه راهي سهله برشا، راهي ايش نتاكد من هنا تو، هيك هوم ورك جاتني طول طول، هذه فرونت لاي اوت هوم ورك جاتني طول طول ريتوها. به نجي لهنا نقول له لوجن يوزر تك اي كلوجن يوزن وركس، واضح. بالنسبه للبيجز الاخرين تو نكملوه، تو نكملوه، معناها خليني ناخذ التمبلت نتاعي خاطر ما زلت ما اخترتش تمبلت انا تو، شنو باش نعمل، باش ندخل الموقع هذا نتاعنا اللي اسمه فري سي اس اس، او فري سي اس اس هذا يخليك يمكنك انك تنجم تحمل فري تمبلت، او تدخل فري سي اس اس تمبلت من هنا وتختار التمبلت اللي تحب عليه انت، مثلا التمبلت هذا تكليك عليه كما هكا، تعمل لايف ديمو كيما كانت تفتحه في صفحه اخرى، نجم تشوف التمبلت هذاك، انا ما ننصحش بها اللي صارت تو هذيك، هاي البريلودر هذه ما ننصحش بها، وضع خاصه في تونس، مش في تونس حتى في الدول العربيه الاخرى، خاطر ساعات البريلودر هذه اللي تظهر تو في البيج هذه تخدم بالجافا سكريبت، ساعات يكون معناها الانترنت نتاعك ضعيفه برشا وكل شيء، الصفحه ما تظهر الا ما تتحمل الجافا سكريبت لكلك، الا ما يتحمل الكود بتاع الجافا سكريبت لكلك، يعني المستخدم بيستخدم الموقع نتاعك ينجم ياخذ برشا وقت باش ينجم يدخل الموقع، يعني من المستحسن باش نجم تلم العالم الكلي فيزيتور الكلي، نجم يكون فما فيزيتور الانترنت نتاعه قوي تتحلوا بالوقت السيت، يعني انا تو الانترنت عندي قوي، لكن واحد اخر ينجم يكون الانترنت عنده ضعيف يقعد يستنى حتى يتنحى بريلودر هذاك. كيما تشوفوا هذا التمبلت تعينه كيف ما تحب انت، مثلا تمبلت كيف ما اجمل من هكا، هو خايب هذا سامبل تحسو ياسر، المهم اذا عجبك تمبلت وكل شيء ما عليك الا تعملوا داونلود، ثم تعمل داونلود انا يعملوا داونلود لهنا، واضح. انا باش نقص الفيديو شنو باش نعمل، نمشي نختار تمبلت وبعدين نوريكم التمبلت اللي قمت باختياره، واضح اصدقائي، وكيف كيف الداشبورد، عندي داشبورد حاضره وكل شيء في الجهاز نتاعي، ممكن طبعا نحملها لكم وكل شيء وتهبطوها، وتنجم تكون عندك داشبورد انت تحملها وحدك، معناها فما حتى مشكل. يلا الى اللقاء، نتقابلوا الفيديو القادم.